نعم، معانا دعاء. سلام عليكم. رحمة الله. أستاذ مهند، لو سمحت عايزة أتكلم في بيت الشيخ. اتفضلي. دلوقتي قراءة سورة الملك كل ليلة قبل النوم، كل يوم قبل النوم، هي ديت يعني حاجة كويسة ولا محرمة ولا إيه؟ بدعة ولا إيه؟ حاضر. يعني أنا سمعتها قبل كده. وبالنسبة للصلاة، بس أنا معلش كنت أنا عندي نقطة استفسار، يعني كلمة أيوه إن دي اتفضل. بدعة دي مشكلة كبيرة، أو مين اللي قال لحضرتك إن دي بدعة؟ حد يعني قال لي قد تكون بدعة لأن ما تذكرش في السنة عن الرسول اللي هو كان بيقرأ كل يوم سورة الملك قبل ما ينام، وقال طيب لي اللي إحنا ما تذكرش في السنة يعني إحنا ما بن يعني ما بيبقاش ليه دليل. طيب يعني طيب دعاء بتسأل على سورة الملك قبل النوم، وحضرتك كنت عايز توجه لها نصيحة. ال 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 المشكلة الكبيرة في إن الإنسان الذي تصدر بدون علم ولا بدعة ومش بدعة والكلام ده. فضل وأضل، ها، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، نعم، إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل أولئك أولئك كان كان عنه عنه مسؤولا. مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليه لتفتروا يا على رسول، الله ليه يا رب؟ الكذب. قال لتفتروا على الله الكذب، يعني اللي يعمل كده يفتري على الله الكذب. إن الذين يفترون يفترون على على الله الله الكذب الكذب لا لا يفلحون. يفلحون. يا الله يا الله. فكون إن إحنا ندعي أن شخصا يحافظ على تلاوة القرآن في سورة معينة كل ليلة من البدعة في الدين، من البدعة المذمومة، ها؟ لأن إحنا عندنا لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام. قال كل بدعة ضلالة، يقصد البدعة اللي هي الإيه؟ البدعة المذمومة. فهو هذا الذي ادعى هذا هو المبتدع، بأنه ضيق واسعا وحجر واسعا، فليتق الله. ما فيش مانع ان هي تداوم على هذا، وكما ورد في الحديث ان قراءة هذه السورة في الليلة يقي بإذن الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر هي او عندها من فتنات القبر. وهي عندها جزء كمان يا شيخ احمد، مسألة التشكك اللي هي مثلا اسمع ما هو من هنا التشكك وافضل ده اسمع جاي من كده، زي ما مرميش ودني حضرتك لكل قلت. حد، ما افضلش بقى اسأل هنا واسأل هنا واسأل هنا واعمل هنا واعمل، يعني خلاص بقى نستقر كده اسمع نسأل الحاجة. اهل الذكر الله الله ان كنتم لا تعلمون، وامشي على ما يفيدونني به، ما اقعدش اسال فلان وعلان وترتان وكذا.